بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، دلوقتي هو بيقول لي إيه في القيمة المنزلية والصور المختلفة للعدد؟ بيقول لي اكتب العدد بالصورة اللفظية والصورة التحليلية. طيب الصورة اللفظية أنا أكتبه كلاميًا، طب أمال الصورة الواجبة دي اسمها إيه؟ اسمها القياسية. القياسية اللي هي العدد يكتبوا لي بالطريقة اللي احنا عارفينها 79 مثلا. طب اللفظية هكتبه زي ما انا بقرا 79، هكتبه 79 بس، دي اللفظية يعني كلام. طب التحليلية هنكتب التسعة دي اهو، التسعة دي في الآحاد هكتبها 9 في 1، زائد السبعة دي في العشرات هكتبها 7 في 10. دي الصيغة التحليلية بتاعتي، تمام؟ طيب وممكن اكتبه كده ان دي 9 والسبعه دي في العشرات يبقى 70. المفروض الصيغه اللي فوق، اللي فوق دي بيسموها التحليليه، ودي بيسموها الصيغه الممتده، الصيغه الممتده اللي تحت دي الممتده. بس انا لو كتبته كده او كتبته كده تمشي تبع الصيغه التحليليه، بس هو افضل ان اكتبه 9 في 1 7 في 10، يعني 9 في الاحاد وال7 في العشرات. طب لو جينا على ده لما اجي اقراه ثلاث ومائة وسبعة وأربعون، دي الصيغة بتاعته اللفظية. طب الصيغة التحليلية، السبعة في الآحاد يبقى 7 في 1، زائد الأربعة في العشرات يبقى 4 في 10، زائد التلاتة في المئات، هي السبعة في كانت الآحاد كتبتها 7 في 1، الأربعة في العشرات كتبتها 4 في 10، تلاتة في المئات كتبتها 3 في 100. طيب اللفظية لو جينا على دي بقى، ده يقرأ 1841، فاكتبه كده 1841، ده الصيغة اللفظية. طب الصيغة التحليلية بتاعته، الواحد ده في الآحاد أو يبقى 1 في الآحاد، الأربعة دي في العشرات يبقى 4 في العشرات، التمانية في المئات يبقى 8 في المئات، الواحد ده في الآلاف، الواحد الأخير ده في الآلاف، يبقى 1 في 1000. طيب ولو طلب الصيغة الممتدة بنكتب بس إيه بالقيمة بتاعته، يعني نكتب 1 زائد ده 4 في العشرات، يعني قيمته المنزلية العشرات هكتبه 40، زائد يعني يفضل إن أنا أكتبها له بالاتنين كده. طيب التمانية، بس دي أصلا التحليلية ودي الممتد، التمانية يعني اللي تحت دي المفروض اسمها الممتدة. 8 في المئات يبقى 800، وهنا 1 في الآلاف يبقى 1000. طيب لو جينا نشوف آخر واحدة، آخر واحدة جايب لي 4505، أقرأه زي ما أنا أكتبه زي ما أنا قرأته كده 4505. طيب التحليلية هكتب 5 في الآحاد زائد 0 في العشرات. في ناس ما بتكتبش صفر في العشرات دي، يعني في ناس بالصفر بيطنش خالص ما يكتبوش، بس الخمسه اللي على الدور دي 5 في المئات، والاربعه الاخيره دي 4 في الالاف، يبقى 4 في 1000. لو عايز يكتبها بالممتده، الممتده يكتب ايه؟ 5 في الاحاد اسمها 5، الصفر في العشرات الصفر كده كده في اي مكان هو صفر، الخمسه في المئات يكتبها 500 زائد الاربعه في الالاف يكتبها 4000. يعني هنا الصيغتين اللفظيه والتحليليه، ولو قال لي الممتده كمان او انا عامل له الصيغه اللي تحت دي اللي هي الممتده دي، يعني اللي هي ايه، بكتب القيمه بتاعت كل واحد، القيمه بتاعت كل واحد. ده بالنسبه للنوع ده من الاسئله.